يسعد صباحك سلمى. رمضان كريم عليك يا رب، وصباح الخير لكل مشاهدينا. نحن بالأيام الأواخر من الشهر الفضيل، يا رب يكون يعم طبعا الخير والرحمة، وكون طبعا الدعاوي كلها مستجابة. امبارح كان أحياء ليلة القدر، ليلة بألف شهر طبعا، يا رب يشيل الوباء عن بلدنا والغمة، ودائما نشوف الانفراجات، ويحمي سوريا ويحمي شعبها. أكيد حلقة جديدة رح نكون معكم فيها بمواضيع متعددة، وأكيد مثل عادة بدي بلش أرجع صبح عليك من جديد. يسعد صباحك سلمى مرة تانية، وصباح الخير لك المشاهدي الأخبارية السورية، لكل السوريين الصامدين والصابرين على كل مصاعب الحياة. مثل ما قلنا أيام قليلة وينتهي شهر رمضان المبارك، إن شاء الله يا رب يكون شهر الرحمة والمغفرة، وأكيد يصفي القلوب بين كل الناس. أتمنى لكم حلقة ممتعة على مدار ساعة ونص من الوقت، ابقوا معنا لكن أكيد بعد الفاصل. يعني مع بداية صباحنا لليوم رح نتعرف على بعض المعلومات الجديدة بتقرير هل تعلم. معلومات جديدة بكل يوم نعرف عليها. هل تعلم بأنه قلة نسبة الماء في الدم أثناء الصيام تنعكس إيجابا على الجلد في زيادة مناعة الجلد ومقاومته للميكروبات والأمراض المعدية الجرثومية؟ وهل تعلم عدم تناول الماء لحوالي 10 إلى 12 ساعة يوميا يفيد الكلى في كثير من الأحيان، حيث يزيد تركيز سوائل الجسم محدثة جفاف بسيط يحتمله الجسم لوجود مخزون كافي، فيعطي بذلك الكلية استراحة مؤقتة للتخلص من الفضلات.
وهل تعلم أن من طبيعة الجسم البشري موت 125 مليون خلية في الثانية الواحدة، ويخلص منها الجسم ليبني خلايا جديدة بدلاً منها، لكن الصيام يحرك الجسم لزيادة هذا العدد فيتخلص من بعض الخلايا الضعيفة المقبلة على الموت لمواجهة الجوع. وهل تعلم أن 10% من كمية الدم التي يدفع بها القلب إلى الجسم تذهب إلى الجهاز الهضمي لإنجاز عملية الهضم أثناء الصوم؟ تنخفض تلك النسبة بشكل كبير، وهو ما يعني عملاً أقل للقلب وبالتالي قدراً من الراحة. وهل تعلم أن نتيجة لاحتراق جزء من الشحوم المخزونة بالجسم أثناء الصيام تتناقص نسبة مادة الكوليسترول في الدم، وهي المادة التي تتسب على جدار الشرايين مسببة تصلب الشرايين وارتفاع الدم؟ أما سلمى، مجموعة من الأحداث اللي تشكلت بمثل هذا اليوم خلونا نتابعها برزنامة التاريخ بالتقرير التالي. اليوم 9 أيار، عبر الزمن والسنين كتير من الأحداث اللي مرت. قراءة سريعة لذاك اليوم: بعام 1876 افتتاح حديقة أوينو في طوكيو، وهي تعتبر أول حديقة عامة في اليابان. بعام 1927 نقل عاصمة أستراليا إلى مدينة كامبرا بدلاً من ميلبورن. بعام 1945 الإعلان عن استقلال إيطاليا بعد الحرب العالمية الثانية. بمثل هاليوم من العام 1947 الإعلان عن استقلال رومانيا. بعام 1947 زلزال بشبه جزيرة إيزو اليابانية يودي بحياة 30 شخص. بعام 1994 الزعيم الأفريقي نيلسون مانديلا يصبح أول رئيس أفريقي لجمهورية جنوب أفريقيا. بعام 2015 منظمة الصحة العالمية تعلن أن ليبيريا أصبحت خالية تماماً من فيروس الإيبولا. من الوجوه اللي أبصرت النور بمثل هاليوم من العام 1927 مانفرد آيغن، عالم كيمياء ألماني حصل على جائزة نوبل بالكيمياء عام 1967. بعام 1946 يوكيا أمانو، دبلوماسي ياباني ومدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية. من الوجوه اللي غيب الموت عن عالمنا بمثل هاليوم من العام 1850 لويس جوزيف جي لوساك، عالم فيزياء وكيمياء فرنسي. عام 1931 ألبريت ماكون، عالم فيزياء أمريكي حصل على جائزة نوبل بالفيزياء عام 1907. هاي كانت أبرز الأحداث بتاريخ 9 أيار. نهاركم سعيد. سلمى، دائما بصباحنا بنحاول نضوي على الجانب الطبي ونجاوب على كثير من الاسئله والاستفسارات الهامه يلي بتدور باذهان كثير من الناس. ومثل ما بنعرف الكوليسترول هو ماده ضروريه جدا لعمل الجسم، يتواجد في الدماغ والاعصاب والكبد وغيرها. اما الكوليسترول الضار فهو موضوع فقرتنا لليوم، وشو تاثير الصيام عليه؟ كل هاي الاسئله رح يجاوبنا عنها الدكتور حسن ابراهيم، اختصاصي بالامراض الداخليه وامراض القلب. صباح الخير دكتور ورمضان كريم. يسعد صباحكم وصباح الخير لكم ولكل بلدنا، وان شاء الله ايام مباركه عليكم وعلينا. ان شاء الله يا رب. امين يا رب. دكتور خلينا نبلش مع حضرتك ونحكي، بنسمع دائما عن مصطلح اسمه الكوليسترول الضار، خلينا نعرف شو هو الكوليسترول الضار. الكوليسترول ينقسم الى نوعين، نوع يلي هو ذرته صغيره وهذه اللي اسمه ال LDL كوليسترول، وهذا هو الكوليسترول الخبيث يلي ممكن يتوضع في بطانة الشرايين وممكن يساوي فيها عصايد ويساوي فيها تكلسات بيتوضع الكرس عليها، وممكن هالعصايد هي لما تنقبع أو تنقلع نتيجة ضغط الدم تسكر الشريان وتساوي لنا الستروك أو تساوي لنا احتشاء العضلة القلبية.
في نوع ثاني يلي هو ذرته كبيرة وهذا هو الكوليسترول المفيد، وهذا هو الكوليسترول يلي بينفع مع الزمن وبينقص الخطر الناتج عن LDL الكوليسترول أو الكوليسترول يلي ذرته صغيرة. إذن الكوليسترول الخبيث أو الضار هو اللي ذرته صغيرة يلي هو LDL الكوليسترول، ويلي هو مصدر المشاكل القلبية والتصلب الشرياني والتصلب العصيدي. نعم، مثل ما بنعرف دكتور بشهر رمضان المبارك النظام الغذائي السلوك كله بيتغير، خلينا نعرف شو تأثيره على الكوليسترول الضار في حال كان، طبعا مثل ما حكينا بحلقة ماضية في حال كان طريقة تناول الأطعمة بطريقة صحيحة ومنتظمة. لا شك انه الغذاء هو مصدر كل المشاكل اللي بالجسم. نعم. الغذاء مثل ما هو بيفيد كمان بنفس الوقت هو له اضرار معينه، واللي بيفيد او اللي بيضر بالغذاء هو تناول الغذاء بشكل مستمر. نعم. هو دائما المضغ، هو دائما انه الانسان ياكل 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 ما بيتوقف عن الاكل، هذا بيحرض هرمونات نتيجة الغذاء، هرمونات تحرض البنكرياس على إفراز الأنسولين اللي هو بيضبط سكر الدم. نعم. الآن توقف الغذاء أو توقف الإنسان عن الطعام لمدة طويلة يعني لا يقل عن 14 أو 16 ساعة، هون تكمن الفائدة. فالإنسان خلال حياته الطبيعية اللي عم يأكل فيها كتير وعم يخزن من هالدهون والدسم والسكريات بهالجسم وعم تروح، هي اللي هي دائما هي اكبر من استيعاب الانسان ومن جسمه وارهاق للغده. نعم. البنكرياس اللي هي ما عم تقدر تلحق مثلا تدخله للاغذيه. نعم. نعم، بعتذر دكتور على المقاطعه، ولكن بدنا ننتقل مباشره لحمص مع مراسلنا اسامه ديوب طبعا لحتى نعرف معلومات اكثر عن الحريق اللي نشب صباح اليوم بمصفات حبي وحده التقطير 100، وطبعا تم السيطره من وحدات الاطفاء على الحريق، وشو المستجدات معك؟ اليك اسامه. يلا اوكي. نعم صباح الخير. من نعم حاليا نحن متواجدون في مصفات حمص حيث توصل وحدات اطفاء على خماد الحريق الذي اندلع في وحده التقطير 100. طبعا عمليه التبريد تجري الان لنطلع اكثر على سير العمليه هنا وما الذي حصل بشكل فعلي. سيكون معنا الان محافظ حمص الاستاذ بسام بارسي لنطلع منه اكثر. يعطيك العافيه استاذ بسام. عرف المشاهدين حاليا وين وصلت العمليات بمصفات حمص وخسائر الماديه اللي نجمت عن الحريق في وحده التقطير 100 بمصفات حمص؟ الحريق تم اطفائه 100%، انتهينا من الحريق. حاليا عم يتم عمليات التبريد. طبعا الخسائر لا يمكن هلا نحكي فيها لحتى يتم جرد الخسائر بدقه لحتى نعرف شو اللي صار، لكن هي محصوره بمكان واحد بالوحده 100 تقريبا. مثل ما نكون شايفين هلا ما عاد بقيان يعني اي اثر من اثار الحريق، ما في غير الدخان الناتج عن عمليات التبريد، وهذا الفضل باطفاء هذا الحريق فينا نعزيه طبعا بطولة واقدام عناصر الاطفاء اللي موجودين بالمصفاية، تكاتف كل الجهود من افواج الدفاع المدني وفوج الاطفاء اللي موجود بمدينة حمص وتنظيم قوى الامن الداخلي للحركه وللمرور له ومديريه الصحه اللي ارسلت كل الاليات كل سيارات الصحيه كمان الى المصفات. فالاستجابه السريعه وتكاتف الجهود والجاهزيه الموجوده بالمصفات ساهموا على الحد من نقول من انتشار هذا الحريق. شكرا لك. معي الان استاذ سليمان محمد مدير عام مشروع مصفات حمص. استاذ نعرف المشاهدين شو صار اليوم وكيف تم عمليه اطفاء الحريق والعمليات اللي عم تجري حاليا. تم حدوث الحريق في وحده التقطير الجوي الوحده 100 نتيجه تهريب في احدى مضخات النفط الخام الساخن. على الفور تم استدعاء
قسم الاطفاء في مصباط حمص، والاستعانه عن طريق المحافظه بفوج الدفاع المدني وبمؤازره كامله من قوى الامن الداخلي بامور التنظيم لدخول كافه الاليات من سيارات الاطفاء والصحه، وبتضافر كل الجهود تم السيطره على الحريق باقصر وقت ممكن لهذا النوع من الحرائق. طبعا هذه الحرائق المواد النفطيه بهذا الشكل هو كبير وضخم، لكن بتضافر جهود الشباب مكتورين الخير هم الحقيقه جنود وابطال، من يرمي نفسه الى النار هو اكثر من بطل، كل الشكر لهم. هناك بعض حالات ضيق التنفس حدثت، ان شاء الله هلا بنشوفهم نطمن عنهم، حوالي من عناصر الاطفاء. كل الشكر لكل من ساعدنا، طبعا هو واجب للجميع، لكن نحن حاليا سوف نقوم باتخاذ كافة الإجراءات لمعرفة السبب الحقيقي، علما أن المؤشرات الأولية هي تهريب من مضخة. حاليا سوف نقوم باتخاذ كافة إجراء الاختبار للمكان من الجهات المعنية لدينا لتتم عمليات الصيانة وبأسرع وقت لتعود هذه الوحدة إلى العمل. من محل بحيث ما ختمت موضوع الصيانة، هل استغرق وقت؟ ونحكي شو حجم الأضرار تقريبا؟ حاليا بعد يمكن تحديد هذا الكم إلا بعد أن نقوم بكافة الإجراءات، لكن مبدئيا هو بمكان، هو في جزء من الوحدة 100، وإن شاء الله ما متأخر بإذن رب العالمين، راح نشتغل بليلة نهارا لحتى نرجع الوحدة بأسرع وقت ممكن. شكرا شكرا أستاذ، شكرا. بعد عن قاعد شرطة حمص سيادة اللواء، نحكي دور الوحدات الشرطية لحظة وقوع الحريق، شو إجراءات تم اتخاذها مباشرة بالمكان الموقع؟ طبعا منذ تبلغنا عن وقوع الحريق ضمن مصفات حمص قمنا فورا بتوجيه الدوريات إلى المكان من تسهيل عبور وحركة الآليات المشاركة بالإطفاء من فوج الإطفاء والدفاع المدني، وذلك من أجل المشاركة في إخماد الحريق. الحمد لله تم السيطرة على الحريق كما تشاهدون، وحاليا هناك عملية تبريد للمكان، لا توجد إصابة بشرية تذكر. سيتم التوجيه بإجراء التحقيق بالموضوع بالتنسيق مع المعنيين في مديرية مصفات حمص، لكن التحقيقات الأولية تشير لأن السبب هو تسريب في إحدى المضخات النفطية. شكرا سيد محمد فاوري قاعد شرطة محافظة حمص. نعم مشاهدينا، كما سنحاول الوصول نقطة قريبة من موقع الحريق، وسيكون معنا قائد فوج الدفاع المدني في حمص. طبعا هذا هو موقع الحريق الذي نشب في هذه النقطة. تعمل وحدات إطفاء حاليا على اخماد عفوا تبريد الحريق في هذه النقطة. نحاول اقتراب اكثر الى هذا المكان. ابو الياس جوا شوي. طبعا كما نلاحظ جهود كبيرة بذلها فرق الاطفاء من عناصر اطفاء المصفات، وايضا عناصر فوج اطفاء حمص، عناصر الدفاع المدني وفوج اطفاء حمص. هذا هو الموقع الذي حدث فيه تسرب النفط في الساخن في هذه المنطقة. معي الان العميد غياث عاقل رئيس الدفاع المدني في حمص، يطلع منه اكثر على عمليات سير عمليات الاطفاء. سيادة عميد تسمح، سيادة عميد تسمح شوي لعند لهون. تفضل. سيادة عميد نحكي للعملية كيف سارته بالوصول للمكان واحماد الحريق في بلوك قصير. عند تلقينا البلاغ الحريق في مصفات حمص على فور، توجه فرق الدفاع المدني مع الاطفاء الى مصفات حمص، وبالتعاون مع رجال اطفاء مصفات حمص ورجال الدفاع المدني والاطفاء تمكنا من عزل وخنق النار ومحاصرتها ومن ثم القضاء عليها خلال وقت قياسي من 8:30 حتى الساعة 10:30 كانت النار مخمدة بالكامل. خلال ساعتين تم إخماد الحريق بالكامل. حالياً عمليات عم تجري حالياً شوية؟ حالياً عمليات تبريد تتم حالياً الآن، عمليات تبريد لمنع الاشتعال مرة ثانية. المواد استخدمت عملية إخماد الحريق حالياً؟ الفوم والماء والبودرة.
قديش متوقع تتم عمل تبريد انتهاء من العمليات تماما تقريبا؟ بدنا اخذ بدنا ان شاء الله شيء تكسر حتى نكون بضوء الامان حتى نكون اهلا. شكرا عميد غياث عقيل رئيس الفئه المدنيه في حمص. نعم مشاهدينا كما نلاحظ هذا هو موقع الحريق. اذا ممكن زميل ابو الياس بس لجوا شوي. في هذا الموقع جرى الحريق لانه قبل نحو شهر ايضا كان قد وقع حريق في وحده التقطير الجوي 21 في مصفات حمص. كان الحريق كان صغير وتم التعامل معه مباشره من عناصر اطفاء واخمادي. الاضرار كانت بسيطه وعملت فورا فرق الصيانه على اخماد فرق الصيانه اصلاح الاضرار التي نجمت على الحريق. طبعا الاجراءات المتبعه سوف تتخذ بعد اخماد الحريق هنا والتاكد بشكل كامل من ان الحريق تم اخماده. سوف تعمل ورش الصيانه على اجراء مسح كامل للموقع ومن ثم بعد تعميد التقييم سوف تبدا بعمليات الصيانه. ابو ياسر تفضل معي هون تفضل. طبعا الموقع هنا هذه على هذه المساحه هذا نلاحظ هنا الجهد الكبير في هذه النقطة هنا كان التبريد مستمر في وحدة التقطير 100 حيث وقع الحريق. إذن نذكر الحريق وقع في وحدة التقطير 100 نتيجة تسرب النفط الخام الساخن وهي في هذه النقطة يتم مباشرة عمليات تكرير المواد تكرير النفط يتحول الى مواد اخرى تتحول الى مواد من البنزين والمازوت والديزل. يعطيك العافيه استاذ تعرفني عليك شوقك مدير الجيل والكلام المهني. استاذ نحكي عمل وحده تقطير 100 شو انت شو بتشتغل هاي الوحده؟ هاي وحده تقطير هاي بتنتج المواد النفطيه متخلطه في بنزين بتنتج مازوت تصفي حريق اليوم مثل ما شفتوا انت وشباب جماعه الاطفاء انه قاموا بدور كثير كثير مهم باطفاء الحريق وبسرعه كثير مذهله وشغلهم فعلا كان صعب مثل ما انتم شفتوا وكنتوا حاضرين هلا وشكرا كثير. شكرا استاذ شكرا على هذه المعلومات. نعم تستمر وحدات الاطفاء بعمليه التبريد في وقت التقطير 100 حيث اندلع حريق قبل نحو ساعة ونصف في هذا الموقع نتيجة تسرب النفط الخام الساخن في هذا المكان. إذا وحدات الإطفاء مستمرة في عملية التبريد. طبعا هناك جهود كبيرة تبذل من وحدات الإطفاء نذكر بهم عناصر الإطفاء في مصفات حمص وأيضا فوج إطفاء حمص وأيضا عناصر الدفاع المدني في محافظة حمص. سنحاول أيضا أن ناخذ صورة من مكان آخر لموقع الحريق في هذه في وحدة التقطير 100. طبعا حتى هذه اللحظة كما ذكرنا تستمر على الاطفاء بعمليات اخماد الحريق. سنكون معكم في زميله سلمى في رسائل لاحقه. عوده اليك زميله سلمى. نعم اسامه. نعم أسامة شكرا لك. طبعا نقلت لنا الصورة من مصفات حمص. الحمد لله على السلامة طبعا لكل رجال الأطفاء المتواجدين وإن شاء الله طبعا مثل ما سمعنا 4 حالات اختناق إن شاء الله بيكونوا بخير وسلامة وتم إخماد الحريق بشكل كامل. حاليا يجري عمليات التبريد كما نقلت لنا أسامة من ضيوف الكرام المتواجدين في ا
المنطقة، وإن شاء الله قريبا بنكون معك أيضا بتغطيات قادمة لحتى نطمن على باقي الأشخاص المتواجدين وفوج الإطفاء الذي يعمل بجهد حتى يطفئ الحريق. أكيد مجهود كتير كبير، يعطيكم العافية. أكيد مشاهدينا رح نستمر في صباحنا، وكنا مع حضرتك دكتور عم نحكي يمكن قبل ما ننتقل مباشرة لحمص، عم نحكي عن الكوليسترول الضار، كنت حضرتك عم تحكي لنا عن النسب اللي موجودة وكيف ممكن التفريق بيناتهم. إن شاء الله هيك. أول شيء نتمنى السلامة لكل الناس العاملين مصفات ولفوج الإطفاء، والله هيك يحميها البلد، البلد ويحفظها ويحرسها. إذا نحن رح نرجع للإنسان يلي دائما عم يأكل كتير وما في نظام لأكله، وخاصة عم يأكل كميات كبيرة من السكاكر ومن السكريات ومن النشويات ومن الحلويات ومن الدهون والدسم، وهالكميات الكبيرة هي اللي عم الإنسان يتناولها عم تتخزن في الإنسان تحت الجلد وفي مناطق معينة من الجلد وفي الكبد وفي مناطق أخرى وحتى في بطانة الشرايين، وعم تسوي لنا أذى لهالشرايين. فهالكميات الكبيرة هي لما يجي شهر رمضان عم يمتنع الإنسان عن الطعام لمدة لا تقل عن 12 ل 14 أو 16 ساعة. هالوقت هاد لما الإنسان بده يستخدم الطاقة أو بده يعني مخزون معين، فعم يرجع الجسم ينظف حاله وياخد هالدهون والدسم الزايدة هي وهالكوليسترول وهالشحوم الثلاثية ويرجع يستخدمها كطاقة ويصرفها. ولذلك هون تكمن فائدة الصيام، وهون تكمن الفائدة الكبيرة من شهر رمضان المبارك، في أنه عم نرجع نحن ننظف أجسامنا كلياتها من الدهون والدسم الزائدة ومن الحلويات المخدرة على شكل دهون ودسم تحت الجلد. فرمضان له فائدة كبيرة في خفض الكوليسترول وخاصة الـLDL كوليسترول، في خفض الشحوم الثلاثية، له فائدة كبيرة في إنقاص الوزن. والحمية بالأساس هي يعني أحد خطط العلاج الرئيسية في خفض الLDL كوليسترول وفي خفض الشحوم الثلاثية. نعم. كمان دكتور خلينا نحكي عن أهم الأساسيات اللي يجب على مريض الكوليسترول إنه يتبع لازم يلتزم فيها طيلة أيام شهر رمضان المبارك. هلأ بالرغم من أنه معظم الصائمين يعني على الإفطار ما عم يلتزموا بوجبات هيك صحية ونظامية، ومع ذلك انقطاع الإنسان عن الطعام لهالمدة الطويلة هي بيضل له فائدة كبيرة. هلأ إضافة لهالفائدة لازم نحن نعزز طرق أخرى لخفض الشحوم والكوليسترول، ونحاول نعزز يعني الفوائد المجنية من الصيام. من أهم هالشغلات هو تجنب النشويات والدهون بكميات كبيرة أثناء الإفطار. لحتى دائما يعني الإنسان يحاول يرتكز في طعامه على بعض الأطعمة يلي ممكن تكون لها فائدة في خفض LDL الكوليسترول أو خفض الشحوم الثلاثية، مثل الخضار، مثل السلطات، أو مثلا الأدوية الأطعمة الحاوية على الأوميغا 3 مثل السمك أو المكسرات. الشغلة الثانية لازم الإنسان يعني يلجأ لوسائل متعددة لحتى دائما ينظف بشكل أفضل، مثلا يلجأ إلى الرياضة أو تجنب المشروبات الكحولية طبعا، أو على سبيل المثال تجنب التدخين، تجنب الأطعمة يلي فيها مخزون عالي من السكاكر والنشويات والحلويات. طيب دكتور خلينا نحكي عن يمكن كثير في أخطاء شائعة وحكينا سابقا بلقاءات ممكن حتى مرضى القلب يوقعوا فيها خلال الشهر الفضيل، أو اللي بيعانوا حتى من ارتفاع الكوليسترول بالدم، شو هي أبرز هي الأخطاء الشائعة؟ هلأ نحن بالنسبة لأمراض للمرضى القلبيين والمرضى يلي عندهم إكليلي أو عندهم احتشاءات دماغية، هدول نحن حكينا في مرات سابقة على أنه هدول هن يعني إلى حد كبير ممنوعين من الصيام إلا المرضى المستقرين منهم. هدول لا شك أنه بيستفيدوا من الصيام بفائدة كبيرة، لأنه هن عم يقللوا الوارد من النشويات والدهون والدسم. هلأ الأخطاء الكبيرة يلي بيوقعوا فيها أو يضلوا مستمرين فيها برمضان هو زيادة تناول الدهون والحلويات والنشويات والمربيات. إضافة لهالشيء
المتابعة أو يعني الاستمرار في تناول التدخين. الدخان لا شك أنه له هو يعني ضرر كبير، هو بيسيء لتخزن الدهون والدسم في الجسم. فلازم أنا برأيي حتى ما يعني نستفيد من رمضان بشكل أمثل أنه نحن نتجنب التدخين. إضافة لهالشيء، الناس يعني هو الكوليسترول والدهون والدسم يعني مو بس تيجي مع الوارد الغذائي، في أمراض كتير بتساعد على ارتياحهم، مثل من هي الأمراض على سبيل المثال هو السكري أو ارتفاع التوتر الشرياني. فهدول المرضى لازم يضبطوا سكرهم بشكل جيد خلال رمضان، ولازم يعني يحاولوا ضبط كل عوامل الخطورة موجودة، يعني لازم ياخذوا أدويتهم بشكل كامل، لازم يحافظوا على ضغطهم بشكل طبيعي، لازم ينقصوا الوارد من الملح، لازم كمان يتراقب السكر بشكل جيد خلال فترة الصيام. وهي أغلاط كبيرة أنه أنا ما بكفي أنه أصوم، لا، لازم كمان أكون منطقي في ضبط السكر وضبط الضغط وضبط كل عوامل الخطورة الأخرى، إضافة لمراقبة السكر والضغط بشكل مستمر وتناول الأدوية القلبية. كمان الأدوية اللي أنا لازم أخذها بشكل منتظم خلال فترة الصيام. نعم دكتور، كثير من مرضى القلب بيسألوا وعندهم تساؤلات معينة في حال الالتزام بشكل كامل، يمكن بكمية تناول الطعام، نوعية الطعام أيضا، شو هي الخطورة اللي ممكن يوقعوا فيها؟ هلأ أول شيء الخطورة اللي ممكن يقعوا فيها الأمراض القلبيين هن إنه لما ما يكونوا مستقرين. المرضى يلي عندهم خناق صدر غير مستقر، مثلا عم يجيهم ألم صدري على المشي، هدول الخطورة اللي ممكن يوقعوا فيها غير الحميات طبعا وغير الالتزام بالأطعمة وعوامل الخطورة، إنه ممكن يتعرضوا لأزمات قلبية بسبب التجفاف. لا شك إنه انقاص الوارد من السوائل يعرض الإنسان إلى التجفاف إلى حد ما. فالناس يلي هن على الحد، يلي هن برا لاين مثل ما بنقول، مثلا كليتهم على الحد، في مرضى السكري، في عندهم ميكرو ألبومينيوريا أو في عندهم زلال بالبول، هدول على الصيام ممكن يتفاقم عندهم قصور كلى وممكن تتأذى الكلى أكثر. يفضل عدم الصيام. تمام. المرضى يلي هن مستقرين إلى حد كبير بس عندهم تضيقات شديدة في شرايين معينة بالعضلة القلبية، أو عندهم شرايين الدماغ يلي هن شريانين سباتيين أهم شيء، ممكن يكون فيهم تضيقات شديدة، هدول بسبب الصيام بسبب نقص الوارد من السوائل، حتى لو كانوا ملتزمين بالحميات، هدول ممكن يتعرضوا لخطر الستروك أو احتشاء العضلة القلبية. لذلك هدول المفروض هن ما يصوموا إلا ليستشيروا الطبيب لحتى ما يوقعوا بالخطورة القلبية أثناء فترة الصيام. نعم. طيب دكتور، بشكل عام في بعض الأمراض ممكن هي تزيد من نسبة الكوليسترول بالدم، أو ممكن يكون عوامل محفزة للكوليسترول؟ في عنا كتير أمراض ممكن تترك بارتفاع الشحوم الثلاثية والكوليسترول. على سبيل المثال مرضى وأهم شيء فيهم هن مرضى السكري. مرضى السكري دائما هن بيترافقوا بارتفاع الشحوم الثلاثية والكوليسترول، لذلك هدول يجب ضبط السكر عندهم بشكل جيد لحتى تنضبط الشحوم الثلاثية والكوليسترول. فأحد العوامل المهمة في ضبط الشحوم والكوليسترول هو ضبط السكري بحد ذاته. في عنا أمراض معينة مثل قصور الغدة الدرقية، هي بتخلي الشحوم الثلاثية والكوليسترول بيرتفعوا. وفي عنا القصور الكلوي المزمن، هذا كمان بيؤدي إلى ارتفاع الشحوم الثلاثية والكوليسترول. إضافة لهدول الثلاث أمراض في عنا أدوية، في كتير أدوية بتساعد على رفع الشحوم الثلاثية والكوليسترول، ويأتي على رأس هالأدوية في أدوية قلبية على سبيل المثال مثل المجرات أو مثل حاصرات بيتا، أو السيدات يلي عم يتناولوا خافضات أدوية هرمونية، يعني الأدوية مانعات الحمل وما شابه، أو في أدوية كتير تانية ممكن تساعد على ارتفاع الشحوم الثلاثية والكوليسترول. ولذلك الطبيب عادة هو الملجأ لهالموضوع يلي ممكن يوجه المريض كيف أنه يدبر هالعوامل الإضافية أو الثانوية ممكن تساعد على رفع الشحوم الثلاثية والكوليسترول. طبعا بغض النظر عن السبب الأساسي لرفعهم يلي هو العامل الوراثي، هذا هو السبب الأساسي، نحن عم نحكي عن العوامل والأمراض الثانية اللي ممكن تؤدي لنا لرفع الشحوم الثلاثية والكوليسترول.
فإضافة لهالشيء طبعا الوراثة. وهون يعني لازم نحن نعاير الشحوم الثلاثية والكوليسترول ونطهن بالدواء، إضافة لتغيير نمط الحياة وضبط عوامل الخطورة يلي بتساعد على رفعهم. نعم، مثل ما بنعرف دكتور انه كثير من مرضى القلب يمكن بيتخوفوا بشكل كثير كبير من الرياضة ومن بذل مجهود حتى لو ما كانوا دخلوا بالخطورة، فهني بيعتبروها نوع من الوقاية. خلينا نعرف من حضرتك أهمية الرياضة يمكن من بالبعد عن الإجهاض قدر الإمكان لمرضى القلب والكوليسترول. أهم يعني عامل في الوقاية من في خفض الشحوم الثلاثي والكوليسترول هو تغيير نمط الحياة، وتغيير نمط الحياة يعتمد على أمرين اثنين، الأمر الأولاني بالرياضة وممارسة النشاط الفيزيائي، والأمر الثاني هو الحمية. هلأ بالنسبة للرياضة رائعة جدا، هي في يعني استهلاك الدهون المخزنة وخفض الكوليسترول وخفض الشحوم الثلاثية وحتى خفض السكر إلى حد ما. نعم. بس بشرط إنه يكون الرياضة للناس يلي بيقدروا يمارسوها. نعم. أما ما في مرضى، المرضى يلي عندهم خناق صدر غير مستقر أو عندهم احتشاء عضلي قلبي حاد وهنن في طور الراحة حاليا، أو المرضى يلي هنن عالي الخطورة، هدول ما راح يقدروا يمارسوا الرياضة بشكل جيد. فالرياضة بيمارسوها كل المرضى القلبيين، ما في أي مشكلة، بشكل متعمل. نعم. يعني هن على سبيل المثال إذا بيمشوا 500 متر ليصير عندهم ألم خناق، هن ما في داعي يمشوا 500 متر، ممكن يمشوا مثلا نص المسافة. نعم. دائما تظل الرياضة ضمن الجهود المتحملة. ومن الرياضة اللي رائعة جدا هو المشي، المشي العادي، ولذلك المشي منصوح فيه وثابت فوائده ولا يقل عن نص ساعة 5 أيام في الأسبوع على الأقل، وعلى دراسات كبيرة في فائدته في المرضى القلبيين ومرضى السكري ومرضى الستروك والدائري. بس يترافق طبعا عفوا دكتور رياضة مع حمية مع نظام غذائي، لأنه كثير من الناس كمان إنه قد ما أكلنا يلا بنحرقهم، هذا كثير شيء غلط. شيء أكيد، أنا عم أحكي فقط عن الرياضة حاليا والحمية، لكن لا شك إنه ضبط عوامل الخطورة الباقية لها دور كبير في ضبط الشحوم والكوليسترول. هلا غير الرياضة المشي والسباحة، السباحة لا شك انه لها فوائد كبيرة وهي بتحرك كل العضلات وبتحاول تصرف المخزون الزائد. فالرياضة نحن بننصح فيها لكل المرضى القلبيين يلي قدروا يعني يمارسوها. لا شك انه الرياضات المجهدة والكبيرة مثل الجري عند المرضى القلبيين اللي عندهم اعتلال عضلي قلبي توسعي شديد، او المرضى اللي عندهم داء اكليلي وخناق صغير غير مستقر، يحمل خطورة كبيرة على حياتهم. نعم اكيد. طيب دكتور، يعني كمان اليوم ونحن عم نحكي ايام قليله بتفنى عن العيد المبارك، كمان هي القفزه فورا من الاشخاص بيكونوا متعودين صاروا على نمط شهر رمضان، الاستيقاظ بوقت معين، في ناس كثير بتتاخر، الاكل بوقت متاخر وغيره من هي الامور، وبنرجع مره ثانيه للنشاط الطبيعي بعد شهر رمضان. قديش شيء ممكن ياثر وكيف ممكن خلينا نقول يرجعوا هن بحاجه لضبط حياتهم، وخصوصا انه اللي بيكون مصاب بالكوليسترول مثل ما قلت نمط الحياة كتير بيأثر عليه، المشي، الرياضة، الأكل، كله هاد بيعمل تأثير. هلأ لا شك أنه رمضان بيغير حياة الإنسان كلياته وقت يجي. نعم. يعني بيكون متعود على نموذج معين، على نمط حياة معين خلال أيام الإفطار، هلأ وقت يصوم بتغير كل برنامج حياته وبيفوت ببرنامج جديد. هلأ عودته لنظام الحياة الطبيعي، إذا هو والله بلش بأول يوم العيد وبلش بتناول هالحلويات بكميات كبيرة وبلش يخبص بالأكل، وهو كانت يعني جسمه متعود على نمط الصيام الطبيعي، فأكيد بده يصير في عنده مشاكل، وخاصة يعني إذا صار عنده على سبيل المثال وتناول أكل من أطعمة الأسواق، فممكن يتعرض له التهابات معينة، التهاب المعدة والأمعاء، ممكن يصير عنده آلات وإقيائات، أحيانا ممكن يصير عنده عدم تحمل غذائي. ولذلك أنا نصيحتي لكل الناس اللي طالعين من رمضان أنه ما يهجموا كثير على الأكل، وأنه يحاولوا يعززوا الفائدة اللي نحن جيناها خلال شهر رمضان وخلال فترة الصيام بتحديد وجبات الأطعمة. يعني أنا ما كل يوم أكل كل يوم كل يوم أكل وأكل متزايد وأكل على طول، المضغ هذا قلنا نحن في بداية الحلقة أنه هذا هو يلي بيحرض الأنسولين يلي هو يقوم بضبط السكر من البنكرياس،
البنكرياس هي غدة، وهي غدة مثل بقية الغدد ولها دور كبير وأهمية كبيرة في ضبط السكر. فنحن لازم ما نرهقها بزيادة تناول الأطعمة. لازم الواحد إذا أكل إذا ما يأكل إلا لحتى يجوع، وإذا أكل لازم دائما يقوم عن الطعام ونفسه تشتهيه، يعني ما ملأ آدمي وعاء شرا من بطن. فالإنسان لازم يكون منضبط بعد رمضان في تناول الوجبات، ويحاول يتجنب قدر المستطاع الوجبات التي تحوي على دهون مشبعة، خاصة الوجبات الجاهزة والحلويات اللي موجودة بالأسواق. لا شك أنه هي تحمل خطورة كبيرة لاحتوائها على كميات كبيرة من الحريرات ولاحتوائها على كمية كبيرة من الزيوت والدهون المشبعة. لذلك بعد رمضان أنا بنصح كل الناس اللي كانوا عم يصوموا برمضان انه هن يضبطوا افواههم الى حد كبير، يضلوا لحد كبير ملتزمين بالوجبات الصحيه، الاطعمه اللي هي مفيده، الاطعمه اللي هي غنيه بالاوميجا 3 لحتى يستفيدوا كمان من شهر رمضان، وتجنب الوجبات الجاهزه الاطعمه اللي حكيناها. اكيد معلومات كثير قيمه فعلا دكتور، بدنا نشكرك كل الشكر على كل هي المعلومات، وبنتمنى اكيد الصحه والسلامه لجميع الناس، ومثل ما قلت ان شاء الله يا رب يكون هذا الشهر هو شهر لحتى شفاء لكل الناس من كافة الأمراض، ونكمل لحتى يصير أسلوب حياة ونظام وسلوك دائم. كل الشكر لك دكتور. شكرا كثير لكم، والله هيك عز وجل يحمينا ويحمي كل بلدنا من كل شر. أكيد شكرا لك دكتور. أما هلأ فرح رح نروح بمحطتنا التالية لحمص، وأكيد أسواق الخير في رمضان المستمرة طيلة شهر رمضان المبارك عم بتقدم أسعار مخفضة بأغلب المواد الغذائية وغيرها من المواد بين 10% لـ30%. خلينا نتعرف على الأسواق في حمص مع مراسلتنا شيرين علي. 1 كيلو جرام سكر بس. منتجات وتشكيلة متنوعة من المواد الأساسية كالغذائيات والمنظفات بأسعار مخفضة تقل عن السوق بما يتراوح بين 10% إلى 30%. ضمها سوق رمضان الخير الذي فتح أبوابه مؤخرا في مدينة المعارض بحي الوعر، والذي تقيمه مديرية الأوقاف وغرفة التجارة بالتعاون مع مجلس مدينة حيس. الحقيقة صرنا شي 10 أيام قبل المعرض بتجهيزات مستمرة ليلا نهارا لحتى شفتي اللي نحن عم تشوفيه هلأ، والإقبال الحمد لله نشكر الله نسانا كل التعب. 70 شركة وأكثر مشاركين، كل يوم عروض جديدة وكل يوم عرض أحلى من العرض اللي قبله. نحن نازلين عروض كتير فخمة، في عنا عروض كتير جيدة، حتى مقدمين قطعة، مقدمين كاسات، مقدمين هدايا. العرض الخاص هو للأحذية الطبية العلاجية للأطفال، خصم 40% اليوم بمناسبة شهر رمضان، بالإضافة لكافة التجهيزات الطبية عاملين خصم 20% تجاوزا بشهر رمضان الخير. المشاركون في المعرض وجدوا أن السوق هو فرصة لتسويق منتجاتهم بعروض مناسبة للمواطنين، كما أن الزوار أشاروا إلى أهميته نظرا لانخفاض الأسعار وتنوع المنتجات فيه. أعمال يدوية بشكل دائم هن في لهم منتجات، فإحنا حبينا نشارك ونعرض لهم منتجاتهم. هذا الشيء للبيع بأسعار رمزية، أسعار حلوة بيساعدهم على تحقيق مبلغ مادي، بيساعدهم على توفير أبسط حقوقهم بالحياة. يعني اشتراكنا هون مجانا مشان المواطن، ونحن عاهدنا على نفسنا أنه ما بنربح بأي قطعة من التاجر للمستهلك، هذا هو شعارنا. الحمد لله لحد الآن إقبال جيد جدا والعالم عم تشتري، عروضات جيدة جدا. اشترينا رز وسكر بأسعار مغرية ب 1500 الكيس. بتحسي أنقص من السوق أقل شيء ب 20% أو 25%، والأحسن من هيك هي المؤسسة كتير عندها أسعار كتير منافسة حقيقية. بتمنى أنه تضل هاي الأسواق موجودة ويصير تنافس اكثر واكثر وترخص اسعار اكثر واكثر. احنا اليوم جينا انا واهلي على سوق رمضان الخير، وانبسطنا كثير شفنا الاسعار حلوه، اشترينا كثير شغلات حلوه. مبادره حلوه، لقينا انه الاسعار منخفضه في نسبه بين 10% لـ30%. الوضع بشكل عام كويس وفي تنوع بعده بالمواد بشكل عام. السوق الذي شهد اقبالا لافتا من المواطنين يستمر طيله ايام شهر رمضان المبارك وسط مطالبات باقامته على مدار العام. من اجواء سوق رمضان الخير في مدينه المعارض بحي الوعر في حمص، شيرين العلي، الاخبار السوريه.
أكيد سلمى محطتنا هلا كتير مميزة، بتحمل كتير من المشاعر بكل قطعة عم نشتغل. عم نحكي عن إعادة التدوير وفن الأعمال اليدوية اللي انتشر مؤخرا بشكل كتير كبير، كل قطعة إلى قصة وحكاية خاصة فيها. اليوم الحرفية رهف بداوي رح تورجينا أحلى القطع وأجددها، رح تحكي لنا عن كل قطعة وقد أخذت منها جهد ووقت. صباح الخير رهف، يعطيك العافية. الله يسعد صباحكم بالخير يا رب. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك يا رب. أهلا وسهلا فيك. يعني دائما هيك وقت بيكون عنا شيء يدوي بنبلش هيك بالأفكار اللي ممكن تطلع مع كل ست بيت، يعني في شايفين كتير قطع ممكن يكون موجودة ببيوتنا. خلينا كيف بلشتي هذا الشغل وكيف بلشتي تحولي يمكن قطع قديمة لتعملي منها قطع جديدة تتزين فيها؟ أكيد. هلا هي الفكرة بلشت أول شيء إنه مثلا عندك قطع بتخلصي مثلا أنت منها الشغل ما عاد بدك تستعمليها، كتير في ناس بتكبها، فأنا صرت مثلا أطلع على أنا بقدر استثمر هاي القطعة، ضفلها مثلا فكرة حلوة، زينة حلوة بسيطة، وطلع منها شغلة أقدر أنا أصمدها أو استعملها بشغلات تانية. فمن هون بلشت الفكرة تبعنا. رهف جايبتي لنا شغلات طيبة وألوان وأشكال، خبرينا اليوم عن القطعة اللي اخترتيها أنت وشو خصوصية كل قطعة؟ أكيد. هلا أنا حابة اليوم أحكي عن هذا البوكس بما عم نودع شهر رمضان الكريم بالخير وحنستقبل العيد، فكتير الأمهات بتحب يعني تفرح الأطفال بالعيد أكيد. فأنا عندي هاي البوكس مثلا عبارة عن علبة خشب غلفتها طبعا بألوان حلوة مشان تلفت نظر الطفل أكيد. هلا بتقدر ست البيت مثلا العيدية بتفرح الكل كبير وصغير، أهم شيء أهم أكيد. ممكن ست البيت تستخدم سيدي عادي تغلفه بشغلات حلوه. هذا السي دي اللي معك؟ سي دي انا يعني قصدت انه ما غلفه من ورا لحتى تشوفه ست البيت، بغلفه بحط مطاطه وبضيف العيديه اللي بحبها لهون، فبقدمها للطفل بطريقه حلوه. او مثلا ممكن استخدم الكرتون، الكرتون العادي يعني بتقصه ست بتعمله سمايل كذا، بتضيف بالون بتحط بقلبه سكاكر كمان. كثير حلوه هي الفكره. ايه بيقدر الولد يعني يستمتع فيها وياخذ نختار اللون يعني حسب جنس الولد، ممكن ازرق وزهر أكيد. حسب اللون أكيد. ورغبه كل حد. يعني هلا اذا الطفل بحب اي لون اذا هديتيه القطعه بنفس اللون اكيد رح يفرح فيها. فكره ثانيه ممكن عندك انا اعمل مثلا شكل اسطواني ساوي مثل السكره وعبي بقى سكاكر حلويات عيديه، يعني شغلات بحبها الطفل وقت بيفتحها بتعطيه يعني بهجه اكيد. هون كان بدي اسالك وخصوصا وقت كمشتي هي، هلا عم نشوف ببعض الاسواق عم نشوف كثير زينه يدويه كنا مكلفة. يعني اليوم اذا واحد بده يجيب مثلا شيء مكتوب عليه رمضان كريم او شيء للعيد عم ينزل عم يحكي بارقام غاليه اكيد. فهلا اذا بدي احكي عن تكلفه هي القطعه، اذا المواد اللي انت جايبتي قد ايه بتكلف هيك قطعه؟ هلا هو المبدا انه مشان التكلفة الغالية يعني نحن مشان ما ننحرم من الزينة أقدر استخدم الورق. أنا دائما بنصح فيه يعني إنه الورق عنده كتير ألوان أشكال وبتحكم فيه مثل ما بدي وتكلفته قليلة. يعني عندي حتى مادة الإيفا كمان متوفرة بالسوق، يعني كلها على بعض قديش ممكن إذا بدك تشتري موادك كلفة؟ أرشي لها هلا أرشي يعني ممكن تكلفها تقريبا من 1500 مو أكثر. طيب هلا مثل هي عم باع هي المواد موجودة بالسوق فوق ال 11 وال 15 ألف زينة رمضان، فهي ب 1500 بتقدر تعملها بالبيت؟ إيه أكيد، وحتى تعبيها يعني عرفتي سكاكر وحلويات حتى تحط له العيدية وما بتوصل لقيمة كبيرة ممكن إنه تعمل يعني عبء على الأهل أو ما يقدروا يفرحوا أولادهم بشغلات بسيطة. تماما، يعني الطفل اي شيء بتقدوا اياه ممكن انه يفرح فيه. وانا دائما بقول لهم النت يعني وفر لنا كثير وسائل، فانا هاي العباره مثلا طبعتها على الانترنت ولزقتها، مو بالضروره انا استخدم القص الليزري او اقول كيف بدي او قلم تخطيط كيف بدها تطلع معي. اي اكيد، او خطي مثلا مو حلو، لا انا بطبعها وبلزقها، هو بس شويه تنسيقات على القطعه بتطلع شكل حلوه. من هون اجت فكره اعاده التدوير. حتى عندك الاكياس الورقيه، يعني ورق عباره عن ورق ملون، ورق اشغال ملون، ورق اشغال ملون كثير موجود بالسوق وتكلفته قليله، بس انا بتفنن بتزيين القطعه وفطر سعيد على كل مناسبه رمضان كريم بقدر انا ساوي يعني البي حلوه حطها اسمها. بجانب العلبة رهف كمان شايفة انه في زينة لطيفة وناعمة، خبرينا كمان عنها هي كمان بالعيد ممكن نحطها. نصب القهوة أهم شيء، القهوة برمضان بالعيد جنب الأكلات الطيبة كمان. أكيد، يعني هي إذا ست البيت تشتغل بعجينة السيراميك ممكن تشكل فنجين، تستخدم مثلا قطعة السيدي مثل الصينية تغلفها وتحاول تشكل مثلا مثل المصب القهوة بشوية زينة بيطلع الشكل بالأخير يعني حلو. صرف قد ايه عم نشوف اليوم عم تستفيدي من قصص ممكن كتير مننا نحن يخلص من استعمالها يكبها ما بقى يستخدمها، يشوف انه هو ممكن
تستفيدوا بشيء، لكن اليوم ممنوع الكب، صارت الاسعار كثير غاليه مثل ما حكينا، ويمكن حتى الزينه نحن بنقدر نعمل احلى منها لهي الزينه بذوقنا وبحسب نحن ما بنعرف شو اولادنا بيحبوا ونحن شو بنحب. صح اكيد. هلا اذا انت بتطلعي بيلفت نظرك ايفا شويه ورق كان ملون، علبه خشب كان فيها غير استعماله، انا بالتغليف صارت بقى خرج نقدمها للطفل. تمام. يعني شغلات كثير بسيطه. هي انت ملونتيها كمان ما اللي هي فيها هي البلاستيك اللي فيها الاكلات هي مزبوط. هي عباره هلا احنا كانت لنا شوي لضيافه الكبار مو الصغار، بقى بيكون عندي بقى غير تنسيق. هلا بما انه خلص رمضان بس الهلال والنجمه بيرافقونا يعني اكيد خلال العيد طبعا. اكيد فممكن انا يعني لو عندي صحن له شكل مميز اتفنن بصف الضيافه وحتى اقدمها للضيوف يعني الكبار، اما الصغار بقى توزيعات العيديه الى غير نفس يعني اكيد. هو كان صحن قديم رجعنا بخينا ورجعنا حطينا. قد ايه بتشوفي اليوم مواقع التواصل الاجتماعي بكافه انواعها اللي صارت كثير كبيره اليوم وتنوعت بشكل كثير كبير، قادره تعطيكي يمكن رهف افكار جديده، نوع جديد من الاعمال يمكن ما كانت تخطر على بالك وبطريقه بسيطه وسهله رح تصير حرفه بالنسبه لإلك وقادره تدخلي منها مدخول ثابت لإلك؟ اكيد. هلا انا بلشت بالفكره يعني هو بس بدايه الفكره انه انا صرت احب انه اضيف لمسات على اي قطعه موجوده عندي، اما باقي القصص اللي تعلمتها انا افتح يوتيوب افتح انترنت اتفرج جرب. هلا مو كل مره بتجربي بتزبط لتنتزعي بدك ترجعي يعني تجربي فيها لحتى تزبط معك، اما مثلا يعني انك تتفرجي وما تطبقي ما تجربي ما بتستفيدي اكيد شيء. اكيد. رهف خلينا نشوف كمان يمكن هدول القطع الخشب كمان صار في المكاتب صارت بتقص بتعمل اشكال وبيقدر اي واحد مثلا يختار وحتى تكلفته اقل من اللي بجاهزه تقريبا. ايه هلا دارج بالسوق هو القص الليزر، الورشات كثير يعني عم تنزل على السوق اشكال حلوه كثير. اي ف يعني شوفي في عندك الليبل مراجيح العيد هلال رمضان الجامع عيد مبارك، كل هي قصص بتعبر عن العيد، بس طبعا هي بقى بتشتريها انت جاهزه من السوق بترجع لذوق ست البيت يعني هي شلون حابه تنسق شو التكلفه القدرانه تحطها لحتى بالاخير انا احصل يعني على زاويه بحلوه ببيتي تدخل البهجه والفرحه بالعيد. الحفر على الخشب رهف قد ايه له نكهه خاصه بتتعلق بذوق كل شخص فينا، ويمكن بده شغل وجهد اكثر من الورق واكثر من هي المواد البسيطه، خبرينا اكثر عن الحفر على الخشب. هلا هو الخشب يعني ايام بيحسه الشخص انه هو مادة ميتة، بينما لما انا برجع بحيي مثلا بالحفر بالباخ بالزينة اكيد بتطلع عندي قطعة مميزة يدوية وغالية وحلوة. يعني ما بتبقى مثلا هي جامدة، لا بالعكس الخشب له روح له يعني بيعطي لما بيطلع البيت الطبيعة من خلال الخشب تعطي لمسه كثير حلوه. بتحبي رهف تحافظي على لون الخشب مثل ما هو او ممكن اوقات تدخلي له الوان ثانيه حسب الشخص اللي عم تهديه القطعه لطفل شاب او حتى لحدا كبير بالعمر؟ صح. هلا هي قطعه الخشب من ميزاتها انه انا بقدر اضيف لها اي لون بدي اياه، يعني حذوق الشخص اللي هو طالبه اي لون بحبه ممكن نضيفه على الخشب. الشكل هلا بوجود القص الليزري ممكن تعملي اي شكل انت حاببتيه بتعطيه وبينقص عن طريق المكنه وبتحصلي على القطعه اللي انت حاببتيها باللون اللي انت حاببتيه. كمان رهف خلينا نحكي شوي يعني اليوم كل ست بيت صارت مثل ما قلتي بتقدر تعمل غلات كثير سواء للصغار او حتى للكبار، قديش يمكن بيجيك يمكن حتى تواصي افكار، في ناس بيعطوكي فكره معينه بيطلبوها ولا انت بتقترحي عليهم افكار شيء التصاميم اليدويه، ولا ممكن يكون مشترك بينك وبين خليني اقول الست اللي ممكن توصيكي على شيء؟ يعني هلا اكيد الزبونه بتجي بتعرض علي افكارها انه هي حابه مثلا هذا اللون حابه هي الزاويه، وكمان بيتبع لطريقه وين بدها تحط الاغراض والمناسبه أو اللي موجوده والمناسبه اكيد. فانا بشوف شو هي حابه ممكن نقرب ونبعد وجهات النظر ونصل بالنهايه لنتيجه كثير حلوه اكيد وبترضيهم اكيد. خلينا نحكي عن الوقت يلي اخذ معك حتى صارت هي الحرفه او هي الهوايه تحولت لحرفه ثابته بالنسبه لك؟ انا يعني من زمان عندي هاي الهوايه بس هو حسب يعني الفضاء بيقدر الواحد يمرق قصص وشغلات، بس يعني خلال هالسنتين ايه يعني حبيت اني احترفها حبيت اني اطورها، يعني مو كل رمضان بيجي نفس الزينه، لا في افكار جديده حتى مو كل عيد نفس الزينه، لا بنضيف اضافات الحمد لله كل سنه بنطلع بشيء حلو دائما. اكيد. كمان بدي اسالك يعني اليوم قديش بتحسي حياتك فرقت اليوم كل ما بنستضيف سيده بكون عم تشتغل يدوي لاي سبب، في ناس هوايه في ناس صار مصدر
مصدر رزق لهم، في ناس عم بتساعد فينا نقول هواية بنفس الوقت عم تساعد بيتها وولادها بمصدر إضافي. يعني هلأ بهي الظروف أي واحد بيقدر يشتغل بيكون شيء قد فرقت حياتك أكيد. هلأ أنك تدخلي اللمسة الأنثوية الفنية على البيت شغلة كتير حلوة، فأنا بالأساس بحب الفنون بحب أشتغل فيها، وبرجع مثلا بكل مناسبة تضوي بقى بدلي هاي البهجة، مثلا العيد، رمضان، الحج بعد فترة، أعياد الميلاد، يعني حتى العرايس هلأ بتحب صارت تزين، فهي اللمسات يعني كتير بتعطيني شيء حلو لما أنا بدخلها على البيت أكيد أكيد. أما هلأ سلمى أكيد صار الوقت لحتى ننتقل إلى غرفة الأخبار للاطلاع على آخر وأهم المستجدات على الصحفية العربية المحلية والعالمية. مع زميلتنا شيرين. صباح الخير شيرين. صباح الخير فرح. مشاهدينا موجز لأهم الأنباء بعد هذا الفاصل. أهلا بكم. اندلع حريق في وحدة التقطير مئة في مصفات حمص نتيجة التسرب، وقد تم عزل الوحدة بشكل كامل والعمل جاري لإخماد الحريق. وأوضح مدير مصفات حمص في اتصال هاتفي مع الإخبارية السورية أن الوحدة التي حصل فيها التسريب هي إحدى أربع وحدات تقطير لكنها قديمة، مؤكدا أنه سيتم إخماد الحريق بشكل كامل بدعم جوي من قوات الاحتلال الأمريكي. تصاعدت عمليات الاختطاف ومداهمة المنازل التي تمارسها ميليشيا قسد في مناطق انتشارها في الجزيرة السورية. وذكرت مصادر أهلية أن مجموعة مسلحة من ميليشيا قسد مدعومة بالطيران المروحي للاحتلال الأمريكي داهمت منازل المواطنين في قرية الزر بريف دير الزور الشرقي، واختطفت عددا من المدنيين واقتادتهم إلى جهة مجهولة. أعادت قوات الاحتلال الإسرائيلي من اعتداءاتها ضد الفلسطينيين في القدس والبلدة القديمة ومناطق أخرى من الأراضي المحتلة، ونشرت قوات الاحتلال المئات من جنودها وأطلقت قنابل الغاز في باب العمود بالقدس لتفريق الفلسطينيين الذين توافدوا بأعداد كبيرة إلى المسجد الأقصى لإحياء ليلة القدر مواجهة اعتداءات الإسرائيليين على الحرم. وجرت مواجهة في باب العمود بين المقدسيين وقوات الاحتلال، كما وقعت إصابات عدة جراء قمع قوات الاحتلال بقنابل الغاز متظاهرين عند نقاط التماس شرق قطاع غزة. بلغ حصيلة ضحايا التفجير الإرهابي الذي استهدف مدرسة في العاصمة الأفغانية كابول 58 قتيلا وعشرات الجرحى، وحيث أوضح مسؤولون أفغان أن سيارة مفخخة انفجرت في حي داشت بارجي وتسببت بمقتل 58 شخصا على الأقل، مشيرين إلى أن جميع الضحايا باستثناء 7 أو 8 أشخاص من طالبات المدارس، في حين اتهم الرئيس الأفغاني أشرف غني حركة طالبان بتنفيذ الهجوم الإرهابي. أعلن مكتب هندسة الفضاء المهول الصيني أن بقايا الصاروخ لونغ مارش 5B سقطت في المحيط الهندي وأن معظم مكوناته دمرت فور دخول الغلاف الجوي للأرض. وتناقلت وسائل إعلام صينية رسمية تفاصيل أحداثيات دخول الصاروخ للغلاف الجوي، حيث بينت أن نقطة الارتطام في المحيط الهندي جنوب غرب الهند وسريلانكا، وكانت وزارة الخارجية الصينية قللت من مخاوف سقوطه في نقطة مأهولة على الأرض لأن تصميمه التقني سيؤدي إلى احتراقه وتدمير أكثرية مكوناته خلال العودة إلى الغلاف الجوي للأرض. نهاية الموجز، والآن عودة إليك فرح. كل الشكر لك زميلتنا شيرين من غرفة الأخبار، وأكيد مكملين مع ضيفتنا المميزة. وبنرجع لك رهف، خبرينا أكثر زينة قريبة على قلبك، وشو ليش اخترتيها اليوم لحتى تكون هي يمكن زينة العيد بالنسبة لك؟ أكثر زينة قريبة على قلبي وهي الزينة اللي لها علاقة بالأطفال، يعني أنت لما بتفوتي الفرحة على قلب الطفل أو بتشوفي إنه أنت خليتيه يبتسم أو يتشكرك على شيء هو كثير فرحه من قلبه، هذا أنا أكثر شيء بحبه للصراحة. الأطفال إن أنا يعني أسعدها بأي شيء ممكن إنه يفرحها أكيد.
أكيد، وكتير كانت لمسة حلوة. لكن قبل ما نختم بس بدي يعني نحكي شوي كمان عن الهلال اللي معمول، هو شغل حضرتك ولا جاهز؟ لا أنا أكيد هدول القطع متوفرة بالسوق بشكل يعني موجود عنا. لا مو هذا الثاني اللي الهلال، هذا الهلال أكيد شغل يدوي، شغل يدوي حتى اعتمدنا ايه؟ يعني على مواد كتير بطة، قطعة كرتون غلفناها بقطع قماش بقيانة عنا وعملنا له تقطيعات يعني ألوان على ذوقك واختياراتك وضفنا له النجمة، كله عمل يدوي. قد ايه هذا اخذ معك وقت تقريبا؟ يعني تقريبا شيء ساعتين بس. هلا هو الفكره وين؟ انه هي دخلناها نحن جديده على رمضان، ست البيت شو عندها مثلا طقم له الوان معينه بتقدر تختار الهلال بالالوان الطقم اللي موجوده عندها بغرفه القعده. اي اكيد هي كانت فكره رمضان الجديده لهي السنه. اكيد بدنا نشكرك رهف كثير اول شيء على كل قطعه حضرتك اشتغلتيها ويمكن حاطه فيها من روحك ومن احساسك، وبنتمنى اكيد لكل حدا ولكل ست بيت عندها هي موهبه تقدر تتعلم وتطور حالها، واكيد ما في شيء صعب اليوم. اكيد، وانا بدي اتشكركم على هالصباح الحلو وان شاء الله كل عام وانتم بخير ويرعاد على سوريا بالخير يا رب. شكرا لك كثير، شكرا لوجودك معنا. أما هلأ سلمى فمنروح لتقرير كتير حلو وكتير لطيف. وسلمى خلال أيام شهر رمضان قدي في مشروبات متنوعة، يمكن عرق السوس مو ممكن يمر شهر من شهور رمضان المبارك إلا ما نشوفه موجود على مائدة الإفطار. دي هاد المشروب هو مميز أكيد، ويمكن عرق سوس والتمر هندي هدول محفوظين هيك ببال كل حدا أنه هن أكيد لشهر رمضان. صحيح سلمى، خلينا نروح لهذا التقرير المميز اللي عم نحكي خلاله عن المشروبات اللي بتحبها الناس خلال هذا الشهر المبارك وهي العرق سوس. خلينا نشوف أهم فوائده بالتقرير التالي. العرق سوس مشروب رمضاني محبب على موائد الإفطار خلال الشهر الفضيل. للعرق سوس فوائد طبية متعددة، فهو مهدئ للمعدة نظرا لخصائص العرق سوس المضادة للالتهابات وتعزيز المناعة، فإنه يستخدم في تهدئة مشاكل الجهاز الهضمي في حالات التسمم الغذائي وقرحة المعدة والحرقة، ويساعد على تسريع في عملية إصلاح بطانة المعدة واستعادة التوازن. ينظف الجهاز التنفسي، فهو يحافظ على الجهاز التنفسي ويقلل من فرص الانسداد في المجاري الهوائية. يقلل من الإجهاد، فالإجهاد تسببه الغدة الكظرية التي تؤدي إلى إنتاج الأدرينالين والكورتيزول وارتفاع مستوياتها في الجسم. القصوص المستخرج من الجزر يمكن أن يحفز الغدة الكظرية مما يعزز المستوى الصحي للكورتيزول في الجسم. علاج السرطان، حيث تقول بعض الدراسات بأن جذور العرق سوس يمكن أن تساعد في علاج سرطان الثدي والبروستاتا. كأس من العرق سوس ممكن يكون في العلاج أو حتى حماية من العديد من الأمراض. رمضان كريم وتبقوا بخير. معنا نصيحة طبية كل يوم برمضان بتكون معنا من أحد الأطباء. نصيحتنا لليوم مع الدكتور فادي الحارس اختصاصي بالجراحة العصبية، خلينا نتابعها وأكيد رصدتها زميلتنا رزان سليمان. يسعد صباحكم، اليوم رح نحكي عن بعض الأمراض العصبية اللي لها علاقة بموضوع الصيام. دائما بنتسألوا الناس هل هناك أمراض معينة بالجملة العصبية ممنوع أنه الإنسان يصوم خلالها؟ طبعا هناك بعض الأمر اللي نحن يفضل عدم الصيام فيها، واللي هي مرضى الحوادث الوعية الدماغية الحديثة CVA، واللي بيكون عندهم خصوصا اللي عندهم مشاكل تانية مثل ارتفاع الضغط وتجفافات، لأنه نحن ما بدنا نخليه يزيد نسبة الخسارة عندهم أو تخسر الأوعية الدموية اللي بيصير.
الأمراض الأخرى اللي نحن بدنا نمنع الإنسان يصوم خلالها هي الأمراض اللي بيكون بحاجة المريض لأخذ أدوية بشكل منتظم. يعني ما فيني أنا أعد فترة الصيام كلها بدون دواء، لازم يكون الدواء بفترات وفواصل زمنية منتظمة. بالعموم كل الأمراض اللي تزيد نسبة الخسار بالجسم يفضل عدم الصيام فيها، لأنه بيزيد التجفاف وبيزيد نسبة الخسار. أما بالمقابل فهل هو الصيام مفيد للجملة العصبية؟ طبعا بالمطلق هو كتير مفيد للجملة العصبية، لأنه بيحفز على زيادة استقلاب الجملة العصبية الخلايا الدماغية وبيحسن صحة الجملة العصبية بشكل عام. سابقا في بعض الأمراض كان يعتقد أنه ممنوع الصيام فيها مثل التصلب اللوحي وبعض الأمراض الاستقلابية، لوحظ أنه لا بالعكس الصيام مفيد لهاي الأمراض. مرضى الزهايمر بنصحهم بالصيام لأنه بيزيد استقلاب الخلايا وبالتالي بيزيد عنا إنتاج أو بعض الخلايا العصبية بشكل عام. بالمحصلة إذا بنتوجه بشوية نصائح للأخ الصائم، بدنا نقول له أنه يحاول ينظم نمط حياته قبل حلول هذا الشهر الكريم، يخفف منبهات بشكل عام وسابقا وأثناء شهر رمضان، الامتناع أو تخفيف التدخين قدر المستطاع، وتنظيم نمط الأطعمة اللي بده يأخذها بعد الإفطار بحيث لا يسيء لجسمه ويخفف نسبة السكريات والدهون المشبعة. أما هلأ سلمى فقرتنا كتير حلوة، أنا وياكي كنا ناطرينها من الصبح وعم نحكي فيها عن موهبة كتير حلوة لطفلة يمكن هي صغيرة من بالعمر، بس سلمى قدي أثرت فينا واحد واحد. يمكن أغلب نقاشاتنا كانت عن هذا المسلسل اللي هو قيد مجهول، كان عم يتركز عن هي الطفلة اللي لفتت أنظار كتير من العالم. أكيد فرح، يمكن شخوص العمل بشكل عام كلهم الفنانين أبدعوا بقيد أكيد. مجهول من أصغرهم حتى أكبرهم، يعني من ملك إلى طبعا النجم عبد المنعم عمايري، يعني كان مسلسل أخذ صدى كتير كبير، وخصوصا أنه تم طرحه قبل شهر رمضان مبارك، واليوم معنا هي الشخصية الصغيرة كتير ولكن هي اللي كان فعلا لها تأثير صح من أول حلقة آخر صح. حلقة. أول شيء جمالها اللافت والمميز، وأكيد مو بس هيك قوة شخصيتها، ثقتها بنفسها، تمثيلها الكثير حلو والمقنع يلي نحن ما فينا نفكر أبدا أنه هو تمثيل، لا تنقلنا لواقع تاني. عم نحكي أكيد عن طفلة 12 سنة استطاعت أن تسرق القلوب وتقنع العقول، وعم نحكي أكيد عن شهد الزلق يلي هي الممثلة طبعا يلي شاركت بمسلسل قيد مجهول، رح نحكي بالتفصيل مع عن هذا العمل وغيره. صباح الخير شهد. صباح النور. كيفك؟ الحمد لله. نعاد عليك رمضان كريم. نعاد علينا وعليكم. صباح الخير. تحبي نادي لك شهد ولا ملاك؟ باعتبار في كثير عالم صارت تنادي لك بعد قيد مجهول ملاك. عادي شهد ملاك اللي بدك اياه. قديش هيك كان له اثر؟ خلينا نبلش من اخر مسلسل، انت تقريبا من 2018 عم تمثلي. خلينا نبلش من قيد مجهول. من قيد مجهول كان دور كثير حلو، انا طبعا قرات النص وعجبني ودربت عليه كثير منيح، وكان قد ما تعبنا طلعت النتيجه حلوه. اكيد. كيف كان تفاعل الناس شهد؟ احكي لنا، ان كان من الوسط الفني وان كان من وسط العيلة عندك، رفقاتك المقربين، شو اكثر التعليقات؟ طبعا كثير حبوه، طبعا في منهم ما حبوه، يعني انا ما عندي مشكلة، ورفقاتي كلهم بيقولوا لي انه مثلا حلو المسلسل، انه عجبني، انه احياء انه بياخذوا لي بس مشاهدي لانه المسلسل زائد 18. اكيد. طيب رح نكمل معك شهد، ولكن خلينا نروح هيك معك ومع المشاهدين ونشوف مقاطع من قيد مجهول ومن اعمال ثانيه شاركتي فيها. عن جد شفت حرامي امبارح؟ لا لا بابا، كان مامي على قلبي. بدي اقول لك سر، انا بعرف انه صار معنا مصاري. وليه؟ عم تتسمعي علي انا وامك شو عم نحكي؟ عم بسألك جاوبيني، شو لون السكوتر اللي بدك اياه؟
وحال الصدفة كانت تقدر تجمعنا. بس التقينا. الحزن سكن قلبك، كل احبابك هجروك في لحظة ما كنت حاسب لها حساب. ماما استنيني شوي. كل شي صار فوضى والأحلام تحولت لكابوس. الفوضى كبرت وصارت زوبعة. يد قتلت روح. كانت عم تحذر شهد تحت الهواء، كل صوت بيطلع كانت عم تتحذر شو هو. احكي لنا شهد، كم عمل عندك من 2018 لهلا؟ مسلسل يوم ما، آدم ومايا، وسوء الحرير، وببساطة، ومضات، وبورتري، وهذا قيد المجهول، وأفلام، فيلم جوري، وفيلم خلال، وفيلم نقاب الروح، واستفيل فيلم وعد الآخرة. يعني فينا نقول عندك خبرة متراكمة نوعا ما شهد، لحتى وصلنا لحتى لقيد مجهول. شو الشيء اللي انت فعلا لفتك بهذا النص؟ قلتي لي قريت وحبيت بعدين قلت اوكي، خبريني شو الشيء اللي لفتك، حسيتي انه ممكن تأدي هذا الدور بموهبتك؟ اوكي، هلا هو النص انه انا بكون عم احس انه باقي قتل بالمسلسل وهيك، فبحس انه عم عبر عنه. اذا بدي امثل دور غني او مبسوطه فيه انه هذا كتير سهل، انا هيك بحس، لانه حزين المسلسل انا حبيته عن جد. يعني حبيتي هيك تجربي شوي المشاعر المختلفه. ايوه هيك. كان في لك من احد الادوار اللي قمتي فيه كوني طالبه مدرسه، يعني يمكن لما هيك بتمثلي شيء بيشبه مرحلتك العمريه. قديش بتحسي انه انا لا بدي اطلع هون عن جد بشبه كل رفقاتي؟ يعني لما يتفرجوا على المسلسل او على الفيلم يقولوا ايه شهد بتشبهنا. هلا يعني تعطي هي الصوره، قديش بتحسي بهذا الشيء؟ هلا انا مو كثير مثل انه انا بالمدرسه، انه عادي يعني، ما انه هيك، فبحس انه 80%. شهد اليوم من خلال الوسط المحيط فيك، من اول شخص قال لك برافو شهد انت قادره تكملي وتعملي شيء كثير حلو؟ بنحكي من 2018 لحد اليوم. من 2000 هلا انا من زمان، كان عمري 6 سنين وقتها. هيك انا قاعده فقلت لاهلي انه ايدي انكسرت وايدي عم توجعني وبلشت ابكي، اخذوني على المشفى وصورناها وهيك، ونحن على طريق البيت قلت لهم انه ما فيها شيء هيك، فانه هن انصدموا انه كيف انا قدرت انه اقنعهم هيك. ف اكتشفوا موهبتك. ايوه لا، على الوقت صار عندي 8 سنين يمكن، انه حدا قريب مني قالت لماما انه سجلي لشهد معهد التمثيل. فتسجلت اول شهر، اجاني فيلم واللي هو خلال. فطبعا الاستاذ سدير نصحني انه انا كمل، انه هو اول فيلم معه هو خلال، فنصحني قال لي انه كملي انه حلو، انه حلو شغلك هيك، فانا كملت. مشكلجيه يعني، بلشتي تحبي التمثيل بالاكل، بلشتي بالمشاكل. هلا كل الاولاد صغار بيعملوا حالهم بطنهم عم توجعهم مشان ما يروحوا على المدرسه، بس ايدك مكسوره هي حدث ثاني. بس مو كل الاطفال بيقنعوا اهلهم. صح. خلينا نحكي عن هي الهواية، انت عم بتفكري تكملي فيها لبعدين شهر؟ هلا انا مفكرة حاليا انه بس انجح بكالوريا فوت معهد عالي الفنون الاسرحية وهيك اتخرج منه. طيب اذا حكينا شوي هيك عن المشاهد اللي اديتيها، دائما لما حدا بيمثل من هو وعمر صغير بيضل هدول، يعني خليني اقول اللقطات البدايه، اول مره وقفتي قدام كاميرا طلعتي عليها، هدول بيضلوا هيك ببالك والعالم تسالك حتى اهلك. كيف كان اول يوم تصوير لك؟ اول يوم كان تصوير لي، طبعا اول مشهد صورته انا كنت انه اكيد متوتره وخايفه، بس اللي ما انه كثير وانه خايفه او ماي جاد هيك، انه انا متدربه كثير منيح. فاول مشهد انه صرته وقلت انه خلص بسم الله وفت على المشهد. وكيف طلع ما بعرف، طلع اكيد حلو. ايوه. ثاني مشهد انه صرت لهم انه ايمت رح نصوره، حبيت كثير. ايوه هيك. شهد وقت ترجعي بتشوفي هي المشاهد القديمه بتراجعي حالك بتقولي هون لو عملت هيك
كان بيطلع احلى هون كان لازم اعمل هو او هون كثير نجحت انا. قد ايه بتراجعي اعمالك بتراجعي شغلك؟ انا بشاهد المسلسل انه مسلسل لإلي منشان اذا اجاني مسلسل ثاني انه على نفس انه هيك ترتيب غيري. ايوه انه غير انه لا انا هذا المشهد ما حبيته خلاص انه مره ثانيه باحسن هيك. طيب خلينا نحكي يعني اليوم اللقطه الاخيره بمسلسل قيد مجهول كانت شهد هي البطله فاجاتينا كلياتنا غير انه اكيد الفنان عبد المنعم عمايري فاجئنا والمخرج والكاتب فاجاتينا بلقطه انه انت طلعتي حرميه سارقه الشنطه شو يعني هيك شخصيه ملك كيف درستيها؟ تعاون بينك وبين الاستاذ عبد المنعم والاستاذ اكيد طبعا المخرج سدير مسعود. انا مثل ما قلت لك انا انه قبل كنت انا قبل التصوير مو ما احفظهم انا بدرب عليهم انه بكره هي الشغله انه مثلا بحفظ بصم وبفوت على المشهد لا انه طبعا مرتجل من عندي واعطوني كذا تنبيه لإلي وهيك انه ماضي كثير حلو يعني شهد اليوم نحن كثير مبسوطين فيك هي اول شغله. ثاني شغله من حيث هذا العمل يلي مثل ما قلنا اخذ ضجه طبعا عده قلقلك بس هو العمل اللي اخذ ضجه كثير كبيره ولفت الانظار على شهد. طبعا هذا الشيء ما بيجي من فراغ وما بيجي من شخص واحد. المخرج السدير مسعود شو كانت ابرز ملاحظاته ان كان من حيث التشجيع ان كان من حيث انه تغيري شوي لحتى يطلع العمل كثير ناجح؟ هلا اللي هو كان دائما انتبه انه اذا مشهد ما عجبه انه انا بعرف اذا المشهد ما عجبه ولا لا بقول انا بدي اعيد حتى لو كان انه ما بينعاد المشهد او كثير صعب ينعاد انه بقول انا بدي اعيد انا ما حبيت هذا الشيء. فهو طبعا كان ينبهني على كثير شغلات انه احيانا بحطوا هن الكاميرا بالنص فبدي تطلع هيك وهيك هيك وهيك احيانا بتجي طرف عيني على الكاميرا فهو بينبهني هيك بس حلو. هي طيب. فيلم خلل هي بفيلم خلل قيد مجهول انا كنت كثير متدربه يعني وهسه كنت مصوره ملاحظات اقل ايوه هيك. طيب خلينا نحكي عملتي دور اللي هو مايا بتذكر كنتي ناشره شيء وقلتي انه هذا الدور من احب الادوار على قلبي اللي هو فيه هيك شيء مثل توعوي بين الكرتون وبين المسلسل يمكن كان للاطفال صح؟ احكي لنا شوي عنه وليش كثير بتحبي هذا المسلسل؟ بحبه لهذا المسلسل لانه انا اول مره هي بشتغل فيها بفصحى مسلسل تعليمي حبيته لانه الاطفال هيك بيحضروا المدرسه يعني هلا صارت كل المدرسه تقريبا بيعرفوني من ورا لانه كل العالم بيحضروا انه ادم ومايا الصغار هيك انه ما بعرف هيك حبيته انه بيعطيني شهرة اكثر وهيك خصوصا قريب لرفقاتي ايوه هيك. شهد محضره لقدام تشتغلي او هلا خلينا نقول ناخذ بريك بفتره الصيف نرتاح شوي ونجهز حالنا لاعمال جديده؟ لا بصراحه هلا عندي تصوير مسلسل اسمه فنجين وكمان هو عشاريه وبعد العيد عندي مسلسل اسمه الضفدع. حلو. طيب شهد هذا اول لقاء تلفزيوني لك مباشر؟ لا عملتي قبله؟ عملت اثنين مباشر كانوا؟ مباشر. كيف كمان بيختلف هيك اليوم انت عم تاخذي دور ضيفه مانك عم بتمثلي ولا شيء، قديش بتحسي هيك الكاميرا في لها خصوصيه؟ طبعا شعور كثير حلو. هلا انا من زمان كنت عملت فيلم جوري ب 2019 يمكن عملوا معي اللقاء بميلودي انه انا كنت متوتره بصراحه بس هلا انه عادي كثير انه على الاذاعه طلعتي بالاذاعه ايوه طلعت بالاذاعه مع شام اف ام وميلودي معناته هي اول لقاء تلفزيون اول لقاء تلفزيون. طيب شهد بالنسبه للعيله الصغيره يلي حواليك من امك وابوك اخواتك الناس المقربين كثير كيف كانت رده فعلهم باول ظهور لك اليوم كيف بيشوفوا شهد لسه بعدهم بيشوفوها بنت 12 سنه الصغيره يلي كلياتنا بدنا ندل او بيشوفوها مشروع نجمه بلشت باولى خطواتها مشروع نجمه هلا انا انه يعني في عيديه ولا ما في قبل ما نكمل في عيديه ولا لا في خلينا نكمل هي مستحيل تتغير تمام مستحيل طبعا بدللوني اهلي وبنفس الوقت بيشوني نجمه انه طبعا بينبهوني على كثير شغلات وكمان يعني بدللوني وبشوفوني نجمه بنفس الوقت بس مو الدلال يلي كنت انا كثير صغيره ايوه هيك.
طيب اكيد بدنا نوجه تحيه لوالدتك واكيد لوالدك ولاخواتك ونقول لهم يعني الله يخليكم لبعض ويضلوا هيك يشوفوك على طول دائما باعمال حلوه وتنجحي كمان بدراستك لانه الدراسه هي ان شاء الله. طبعا اكيد اشكرك مره ثانيه شهد، احنا كثير انبسطنا فيكي. اكيد بدي وجه التحيه لكل شخص امن بموهبتك واعطاكي الفرصه لانه نحن اليوم هي كثير بحاجه لها، نشوف هي المواهب الصغيره اللي اكيد حتكبر وان شاء الله يا رب بنشوفك نجمه ومطرح ما بتتمني. شكرا شهد. شكرا لك انا انبسطت اكثر ونحن مبسوطين فيكي. شكرا كثير لك شهد، دائما عندنا مواهب من الصغار للكبار وكانت اليوم هيك محطتنا الختاميه مع شهد. اما هلا صار وقت لنروح مسابقة رمضان غير، خلونا نروح لفاصل تذكيري بالمسابقة ونرجع. ما شفنا فرح شروط المسابقة، يمكن صار كثير من صاروا متابعينا من أول رمضان لهلا وصاروا بيعرفوا إن هو التعليق الأصح والأسبق بالزمان على الفيديو اللي بينشر على صفحتنا على الفيسبوك بيكون هو التعليق الصحيح وبيكون الرابح. اسم الفائز الرابح معنا كان الأسبوع الماضي عصام عادل مهرة، والجواب الصحيح كان هو فلسطين، هي الدولة اللي أطلق عليها مهد الديانات. أما سؤالنا لليوم رح نحكي فيه عن المعلومات العامة وبيقول ما هي أثقل مادة في الكرة الأرضية؟ شاركونا أكيد وكونوا من الرابحين ورمضان كريم. أكيد سلمى رمضان كريم، مبروك للأشخاص الرابحين. وأكيد لهم نكون وصلنا لنهاية حلقتنا لليوم، إن شاء الله يا رب نكون قدمنا لكم كل المتعة والفايدة. وما ننسى أكيد إنه إحنا متابعين آخر التطورات والمستجدات بشأن حريق مصفاة حمص، وبدنا أكيد ندعي بالشفاء العاجل أكيد للأشخاص المتضررين من الحريق، وكل الشكر تحية احترام أيضا لأكيد رجال الإطفاء والدفاع المدني. وأكيد أقول لك سلمى بدي أتمنى لك بقية نهار حلو يا رب. أكيد شكرا لك فرح، وأكيد الشكر الأكبر لكل مين تابعنا بساعة ونص من الوقت، وأكيد شكر لمقهى المكتب على استضافة صباحنا غير. تضلوا بألف خير الأيام الأخيرة من شهر رمضان المبارك، أيام العتق النار، يا رب المغفرة والرحمة لكل السوريين، وأكيد الخير يا عم على بلدنا. تبقوا بألف خير وباي باي.